السلام عليكم. اليوم رانا في الجزائر العاصمة ونروح ندير جولة في بعض الشوارع الثانوية، ماشي في الشارع الرئيسي. نخرجوا على كما نقولوا احنا على سونتي باتي وندخل في بعض الشوارع. هنا نلاحظ انه فيه عمارات رائعة، يعني فن، يعني الطراز المعماري عثمانية جميل جدا، يحتاج الى إعادة الصبيغة، يعني امور بعض الامور مش حاجة كثيرة، يعني هو في حالة جيدة. وهنا رانا في الشارع تاع الدكتور سعدان، ولا شارع باستور، شارع فيني باستور. إذن هذا هو شارع الدكتور سعدان. وهذه هي العاصمة نتاع الجزائر التي صنفت مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية من طرف هيئة عالمية تهتم بالشؤون تاع السياحة. أنا نلاحظ أنه فيه أشغال تاع التجديد تاع البنايات والاعتناء بها، وهذا أمر جيد جدا، لازم نحافظ على التراث نتاعنا لابد. إذن في عملية هنا تاع تجديد البنايات، نشوف العملية تاع الترميم على مستوى شارع ديدوش مراد، فيه أشغال تاع ترميم وتجديد البنايات. ونأكد حاجة مهمة جدا، بعض الناس قال لك لازم نهدمو
هذه البنايات أنا نقول لهم ونأكدها 1000% أن البنايات في حالة جيدة جدا وما زال عندها قرن واحد آخر تعيش بكل إرياحية. إذن البنايات في الوسط نتاع مدينة الجزائر هي جيدة من ناحية الهندسية ومن ناحية الصلابة والمقاومة، فهي في حالة جيدة جدا، ونقدر نقول أنه بالنسبة للتراث المعماري تاع الجزائر العاصمة يعتبر جيد بنسبة 90%. تبقى 10% نتاع البنايات تحتاج إلى ترميم أو تهديم، وخاصة هذه 10% تاع البنايات تقع في الأحياء الثانوية والأحياء القديمة، أحياء القديمة ماشي في الأحياء الرئيسية، وهي على كل حال لا تمثل إلا حوالي 10%، أما الباقي كل البنايات فهي جيدة من ناحية يعني الصلابة. ونلاحظ أنه فيه الملاحظة أنه فيه سواح، فيه سواح يأتون إلى الجزائر العاصمة، حيث أن الجزائر العاصمة صنفت كثاني أفضل وجهة سياحية في 2024 من طرف هيئة عالمية تهتم بالسياحة، هيئة أمريكية. إذن وهنا نشوف عملية التجديد والترميم بتاع البنايات مستمرة. هنا رانا في ساحة أودا، إذن هذا هو إذن العملية تاع الترميم متواصلة على أي حال. سي دوماج، سي بيان شكرا كلنا نقود.
ده يقول لك إذا نخليكم تتابعوا هذه الرحلة والسلام عليكم. Please leave me. Please.
Yeah.